أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق التوفيق يوم الأربعاء معاكم قناة المعاش اليوم يوم 28/2/2024، وتعالوا نشوفوا أسعار العجول الذكورة اللحم البقري في سوق التوفيق. اللهم صل على كريم. صباح الفل يا رجال. صباح العسل. إيه الجو عامل إيه النهاردة؟ والله أحسن جو، اللحمة ب 300 جنيه. ب 300 اللحمة. الله أكبر. ربنا يرخيها على عباده. ربنا يرخيها على عباده يا رب. صباح الفل يا معلم. خلك انت اخوك. الله يبارك لك ويصحالك. الاسعار عاملين النهارده؟ الجو حلو خالص. الجو هادي النهارده يعني؟ والله الجو بصحى. بكام الكيلو جاي من النهارده رجال؟ والله يا استاذ وائل. كام يا ابراهيم؟ 160 و158. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الراجل الطيب ده اللي يقول لنا الحقيقه. بكام الكيلو جاي يا صاحب النادي؟ استاذ وائل. 160. صباح الفل يا غالي. بكام الكيلو جاي من النهارده؟ ب 160 جنيه. 160. الحقيقه كام يا رجال؟ 140 يا حاج. 140. اللي عنده كلمه بيقول ايه؟ احنا مش عايزين نوصل للحقيقه. نور البحيره. حبيبي يا غالي الله يصلح حالكم. عامل ياما صاحبي على بعضه؟ عامل يامي؟ والله ده السوق يزول النهارده. السوق يعلم بيه ربنا. العالم زهقان يا جماعه زي ما انتم شايفين. العرض ياما هو والطلب شويه. بسم الله ما شاء الله. الله عليك يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حاضر حاضر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. العرض يا موقف شويه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. منور يا صور يا عم حدث المدينه يا عم. الكيلو بكام جاي من النهارده رجال؟ من 170 ل 175. من 170 ل 175 يعني بقول 150 و160 ده بهبط العم. لا الثابت 170 و175. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على لا 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 خليك بنفسك. ما حدش يمك يا حاج. ما حدش يمك. عجلين بتوعك مش هيكفوا حاج. العجلين مش هيكفوا. ايوه الله يصح حالكم يا ولد. اللهم صل عليك يا نبي. بكام الكيلو جاي من النهارده رجال؟ سمحتوا؟ هم بيقولوا 160 بس مش عارف ماشي بكام الصراحه. بيقولوا 160. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لكم. عجلكم عجله حلوه والله. طب عامل ايام على بعضه كده؟ عامل ايام على بعضه؟ ميزان يعني؟ لا شروه كده على بعضه يعني. ده معمول 58. 58,000. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لكم مستحيل. بسم الله ما شاء الله. صراكم في الاسعار. صلى على النبي. في سوق التوفيق عليه الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. صور الناس دي. صباح الفل. صباح العسل. ايوه الشاشه اللي فيها 200,000 صوت. اي والله. هو حر مش هيكفوا العجلان مش هيكفوا حاجه. ده فيها نص مليون مشاهد. اي والله. بكام الكيلو جاي يا صاحب النار؟ ب 180. امال اللي بيقول 160 و170؟ سيبك منه. بيضحك عليك وباين كرش. الله يرضى عليك. اللحمه السوبر 180. اه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. يلا بينا. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. صباح الفل لك بيه. عامل ياما الحلو ده؟ ها؟ يا صاحبي الكيلو ماشي كام جاي من النهارده؟ ها؟ الكيلو ماشي كام جاي؟ 180 جنيه. 180. الله يبارك لك ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. طبعا دربله للموازين يا جماعه. هو اللي يقول لنا الحقيقه. صباح الفل يا غالي. لا عمده ب 170 جنيه. ما فيش 180. 170. 170 البقر ب 165 ل 170 حسب اللحم. البقر ب 165 ل 170. الله يبارك لك. طب والجاموس يا صاحبي؟ 45 ل 150. لسه مسافات حي. الله اكبر. انتوا السوق كده انتوا بتزيطوا. الجاموس يا جماعه من 145 ل 150 زي ما قالوا. بسم الله ما شاء الله. لحمة ب 320 في تيل بارو. جزارة الطيبين. جزارة الطيبين ب 320. المعلم عمرو. المعلم عمرو في سوق الخضار. تيل بارو. اللحمة نازل. تيل بارو الفرع الثاني في كفر العيس. أيوة. درج الزراعة. أيوة. الله يبارك. 320 جنيه. 320 لجول بقر يا جماعة. حلال. اللحمة ب 320 يا جماعة. عشان الجزارين ما يتحشوش على حد. الخير راجع تاني يا جماعة. ربنا يرخيها لعباده ويصلح حال الجميع يا رب. الله
اللهم امين. الميزان مودة البلد الموازين يا جماعه الله يبارك لهم ويصلح حالهم. بسم الله ما شاء الله. ده اللي بيدعم السوق ده اللي بيدعم السوق ده عبد الرحمن المعلم عبد الرحمن اكبر معلم في السوق الله يبارك له. ده اتجوز بنت المعلم ابراهيم الله يبارك لكم. نزلت الاسعار كلها نزلت. اي جزار يبيع اكتر من 350 كيلو روح اشتكيه. 350 جنيه الكيلو. 350 جنيه الكيلو. اي جزار يبيع اكتر من كده روح اشتكوه. الله يبارك لك يا دربله. الاسعار النهارده دربله للموازين يا جماعه الله يبارك لهم ويصلح حالهم زي ما قالوا. الجاموس بكام والبقر بكام اخره؟ الجاموس من 145 ل 150 اعلى لحم. العجول الذكوره اه العجل البقر من 165 ل 170. من 165 ل 170 اعلى لحم. الله يبارك لك يا صاحبي. من 160 ل 165 ل 170 البقر يا جماعه. والجاموس من 145 ل 150. الله اكبر. والله عايزك صوره عشان صاحبي يشوف. حبيبي بكام الكيلو جنب الجاموس يا صاحبي؟ بيوزنوا 150 بس العمليه مريحه. 150 الله يبارك لكم. العمليه مريحه. العمليه مريحه. ربنا يرخيها لعباده ويصلح حالكم. بيخسر 4000 بيسيب 4000 ربنا يعوض عليكم. انتوا ياما كسبتوا. حاسب العجل مسلط العجل علي. الله اكبر الله اكبر. الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب اللهم امين. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين يا جماعه تراكم في الاسعار اهوت مع التجار. ربنا يصلح حال الجميع يا رب اللهم امين. صباح الخير يا معلمي. لا يا عم السبت كان يا حاج والله النهارده صورنا في السودا ده. انا عارف انتوا زهقانين ورا 150 الجاموس والله النهارده و 165 البقر والله. الله يبارك لك يا حاج والله. الله يبارك لك يا حاج. 165 العجل فين؟ و 150 الجاموس. والجاموس ب 150 والله. الله يبارك لك. والله غير كده كداب. الله يبارك لك. ترى المحترم والله. الله يبارك لك يا حاج ويصلح حالك ويجعل صباحكم ابيض حبيبي يا حاج. اهم حاجه الغلبان والله. الغلبان غلبان يا جماعه. الغلبان كسبان يا عم احمد. 165 الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. يا عم 170 170 الثابت يا عم احمد. ما قالوا والله دلوقتي. دربله الموازين قالت الكلام ده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. على الطلب اللحمه بالشحن. الله اكبر. ربنا يرخيها لعباده يا رب اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. العرض يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلم. صباح كامل. السبت بكام الكيلو جاي من النهارده؟ 165 165 الله يبارك لك. عامل ياما الحلو ده يا صاحبي؟ ده مع صاحبه. الله يبارك لك. يعني السابت 165 ل 170 مثلا؟ 170 اه. الله يبارك لك واصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين. زي ما انتم شايفين يا جماعه العجول الذكوره اللحم البقري في سوق التوفيقيه. ربنا يصلح حال الجميع يا رب اللهم امين. اللهم اشتري مني كده. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اتفرج على اجلي بس والله لو عايز اشتري ما بس. عنده مال يلا عنده مال يلا. الله يمن لبيك ان شاء الله. عن حديقه انت عنده مال يلا. بسم الله ما شاء الله. حاضر 200000 ومصاريف وعربيك لي ولا انا جاي. انا جاي انا مالك عايز عنك عشان تعرف. طب ها لو في اي حاجه عندك. عامل ياما ده معلم حسام. كويس يا معلم. عامل ياما ده 48 48000 يعني الاسعار نزلت كده؟ ان شاء الله كله خير. كله خير. ربنا يرخيها لعباده يا رب اللهم امين. الله اكبر. الله اكبر. موجود في اسعار المواشي. الله اكبر. ربنا يرخيها لعباده يا رب ويصلح حال الجميع يا رب اللهم امين. اهم حاجه ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب اللهم امين. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله.